بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، الكل مطالب بالمشاركة في الانتخابات احتراما لحكم القضاء. هذا الكلام لضيفنا، لكن لماذا اعتبر البعض المشاركة في الانتخابات المقبلة انقلاب على الدستور وأن التاريخ سيلعن كل من يشارك فيها؟ ما هو الفرق بين مبطل واحد ومبطل اثنين؟ وهل استجاب المجلس المبطل الأخير للضغوط؟ يقول ضيفنا أن التراجع والانتكاسة في حضور فعاليات المعارضة هو بسبب الوعي المتنامي لدى الشعب الكويتي، لكن السؤال هل هو حقا هل حقا تراجع وانتكاسة أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ هل صحيح أن قيادة التجمع السلفي الحالية لا تمثل في تشكيلها ولا منهجيتها القواعد الشعبية للتجمع؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، احييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج المنصه مع ضيفي لهذه الحلقه مرشح الدائره الثالثه الدكتور علي العمير. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير والكرامه، حياك الله. سعداء ان نلتقي معك مجددا في برنامج المنصه. بارك الله فيك، شكرا. حياك الله دكتور. كان لك تصريح قبل ايام ذكرت فيه انه بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد الكل مطالب للمشاركه في الانتخابات احتراما لحكم القضاء، المقاطعه لم يعد لها أي مبرر، المقاطعة اليوم لم يعد لها أي مبرر برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بداية أشكرك على هذه الاستضافة أخي عمار. وبالنسبة للسؤال الأول الذي طرحته، نعم لم يعد هناك مبرر للمقاطعة، بمعنى أن بحمد الله كان هناك اختلاف محتدم حول حكم حول مرسوم الصوت الواحد، هل هو من صلاحيات سمو الأمير وهل تتوفر فيه الضرورة التي نص عليها بالمادة 71 من الدستور، وقد حكمت المحكمة بحكم تفصيلي حول توفر الضرورة وامتدت سلطتها إلى النظر في مراسيم الضرورة وحصنت هذا المرسوم، ولذلك لم يعد هناك أي سبب مقنع اليوم للمقاطعة، بل المشاركة هي الواجبة، وخاصة أن البعض كان يعول كثيرا ويعني يحمل المحكمة الدستورية مسؤوليتها ويقول بأن حكمكم سوف تترتب عليه أشياء كثيرة، القبول والرضا والمشاركة وغير ذلك، كل هذه الكلمات قيلت قبل حكم المحكمة الدستورية في تحميلها المسؤولية، والحمد لله اليوم رجال أفاضل هم من حكم بهذا الحكم، ولم يعد هناك أي مبرر للمقاطعة، بل المشاركة هي الواجب اليوم. خليني شوي أرجعك أنا إلى السابق، أنت كنت أحد اللي صوتوا بالامتناع على مرسوم الضرورة التابع للصوت الواحد. نعم. ليش صوت بالامتناع؟ هل ما كنت ترى ضرورة الضرورة لهذا المرسوم؟ خوش سؤال أخوي عمار. نعم، في الحقيقة طالما أن المرسوم برمته معروض أمام المحكمة الدستورية هي التي ستفصل، ولذلك لم نورد أن يكون تصويتنا خطأ، بمعنى قد نصوت ضد المرسوم فيأتي حكم المحكمة الدستورية بالإيجاب مع المرسوم كما حصل اليوم، وقد نصوت ضد المرسوم وقد يأتي العكس،
فاليوم لا احنا كنا في ذيك الفترة طالما ان يعني معروض امام المحكمة الدستورية وهي اعلى سلطة، واذا كنا سنصوت معه او ضده سنصوت من منطلق دستوريته من عدمها، طالما ان هذا الامر الحمد لله منظور وسوف يفصل فيه. بس في ذاك الوقت يعني التصويت كان على اساس تقييمك كنائب كمشرع. نعم. لهذا المرسوم، هل هو بالفعل تنطبق عليه شروط الضروره او لا تنطبق على شروط الضروره؟ نعم بالضبط هذا اللي قلناه، يعني احنا طال عمرك شاركنا في الانتخابات الماضيه مع ان المرسوم صدر قبل الانتخابات الماضيه، دليل باننا قبلنا بان هذا المرسوم عند صدوره في ذاك الوقت قبلنا بان يدور حول الخلاف ونكون في المجلس الذي طبعا ابطل الان، سواء يعني حصن من المحكمه الدستوريه او لم يحصل. وقلنا في ذاك الوقت قلنا بانه لو المحكمه الدستوريه قضت ببطلانه سنعود الى الشرع، ولو حكمت باستمراره سوف نستمر، وهذه القضيه هي التي كانت محل خلاف حتى داخل التجمع الاسلامي السلفي. لكن انت قاعد تتفضل فيه قبل شويه ان عدم تصويتك كان لان القضيه كانت معروضه امام المحكمه الدستوريه. نعم. في ديسمبر 2012 عندما سئلت حول هذا السؤال دكتور، كان جوابك انه كانت لديك كان لديك تحفظ حول مرسوم الضروره والطعن في المرسوم امام المحكمه الدستوريه ستقرر مدى الدستوريه او شبهه مجلس الامه الجديد، تحفظ كان لديك على مرسوم الضروره. نعم اخي الفاضل، لم احنا نبرئ ايضا ولم نرد ان نكون يعني سابقين للاحداث ونتخذ قرار يعني خلينا نقول فيه فصل بأن المرسوم صحيح 100%، لأن ما أخفيك يعني في أيضا وجهة نظر بأن لم تتوفر فيه الضرورة. أنت تتبناها هذه؟ لا لا أتبناها أبدا، لكن أحترمها وأيضا أجعلها نظرة قد تكون صحيحة، وهذه في كل آرائنا حتى التي نتبنى حتى الآراء التي نتبناها نقول بأن آراءنا صحيحة تحتمل الخطأ، وآراء غيرنا خطأ تحتمل الصواب. طيب. فلذلك عندما تم التصويت عليه والأمر معروض أمام الحقيقة المحكمة الدستورية رأينا بأن لا نصوت الحقيقة بالامتناع. طيب تصريحك اللي قبل شوي استشهدنا فيه ذكرت فيه أنت أن المقاطعة لم يعد لها أي مبرر، مجموعة من الشخصيات الفاعلة في المعارضة أعلنت عن مقاطعة الانتخابات ما يقارب 27 شخصية، مجموعة من التيارات السياسية أيضا أعلنت مقاطعة الانتخابات. على سبيل المثال الحصر دكتور النائب السابق الفاضل فيصل المسلم ذكر إذا كانت المقاطعة واجبة في الانتخابات السابقة فالمقاطعة الآن ضرورة لحماية البلد. دكتور حمد المطر سأقاطع لأن دخول البرلمان زي خروجه حسب كلامه، فالفساد في الحالتين موجود، سأقاطع حتى لا يحرجني أبنائي وأحفادي بسؤالهم هل شاركت في سنة الإبطال والصوت الواحد، أكون إما مع المعارضة والكلام لا خيرا لي من أن أصدق وعود الحكومة الفاشلة. آراءهم لا شك بأن كل إنسان مسؤول عن رأيه، ولكن نحن لدينا قناعة بأن الحمد لله المعارضة انخفضت بشكل كبير. انخفضت أكيد أخوي عمار. لا خلنا نرجع شوية في فترة التسجيل، إذا تذكر في المجلس الماضي المبطل عندما تم التسجيل تذكر الكلمات اللي قيلت، من يذهب ويرشح نفسه سيذهب إلى مزبلة التاريخ، ما يذهب إلا خلينا نقول الناس اللي فيهم وما فيهم، كانت كلمات لاذعة تصدر من المقاطعين، هذه الكلمات اللي مختفت ما عاد لها وجود. اليوم هل ترى بأن هناك ازدراء وتقريع ونوع من السب والشتم لمن يشارك في هذه الانتخابات ومن سجل؟ لا ما في سب وشتم، لكن لما يقول مثلا دكتور فيصل مسلم من المقاطعه الان ضروره لحمايه البلد قاعد يقول اكو خطر داهم على البلد والمشاركه في هذه الانتخابات يعني تشكل خطوره على البلد. وجهه نظره، يعني هناك ايضا ترى من لديه وجهه نظر بان لا ندخل المجلس بتاتا، ان المجلس بالاربع بالخمس بالدنيا بهذه كلها هو مقاطع اساسا المجالس النيابيه كلها، هو رايه لا نصادر راي احد. ما تعتقد ان هذه المقاطعه لهذه الشخصيات اللي راح تقول راح تؤثر على نسبه المشاركه في الانتخابات؟ لا اعتقد، هي ما اثرت في الماضي، يعني في مجلس المبطل عندما انخفضت المشاركه واشك بانها كانت يعني منخفضه لم تؤثر الى الحد اللي كانوا هم يتوقعون بان اغلبيه الشعب الكويتي لن يشارك، وطلعت المشاركه بانها بحدود 40% من شارك في الانتخابات، وال20% اللي كانت تقاطع باي حال من الاحوال. ولذلك لما نعمل نوع من الحسبة البسيطة نجد بأن المشاركة بحمد الله كانت أكثر من المقاطعة حتى في المجلس الماضي، وإحنا نتوقع اليوم نتوقع إن شاء الله تعالى أن المشاركة تزيد، لأن في نسبة راح تقاطع بكل حال من الأحوال، مثل ما ذكرت لك في ناس لا ترى أصلا جدول انتخابات. لكن هذه النسبة راح تكون أقل من المرة الماضية؟ لا أنا أعتقد نسبة المشاركة سوف تزيد، نسبة المشاركة سوف تزيد ونسبة المقاطعة سوف تقل، هذا المتوقع. صحيح إنها في ظروف يمكن استثنائية في شهر رمضان الكريم في فترة الصيف والحار في أيضا ظل
وجود من يدعو إلى المقاطعة، لكن مع ذلك أتوقع بأن إن شاء الله نسبة المشاركة سوف تزيد، والدليل على ذلك إقبال اليوم المرشحين. اليوم الحقيقة زيادة حتى نسبة المرشحين إلى هذا اليوم اللي نتكلم تعتبرها أكثر دليل. تعتبرها دليل أكيد. كلامك أيضا قبل كم يوم ذكرت فيه أن هناك واجب شرعي على الناخبين بالمشاركة والتصويت للنواب الصلاح، واجب شرعي؟ يعني إحنا إذا أخذناها طال عمرك الأمر إذا ارتبط بنية، يعني إذا اليوم أنا نيتي أني أخرج من بيتي من أجل أني أنا أقدم الصالح الذي إن شاء الله سوف يحفظ للبلد شريعتها وعاداتها وثوابتها وقيمها، إذا خرجت بهذه النية لا شك بأن هذا الإنسان يؤجر. يعني من خرج إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الإنسان يؤجر عليها، فما بالك بإنسان يخرج من بيته ونيته صادقة بأني سوف أوصل الأفضل حتى أجنب البلاد شر معين وأجلب لها نفع معين من خلال من أنتخبه. إذا كانت المشاركة واجب شرعي فمن سيتخلف عن المشاركة؟ شو متعتبر؟ لا إحنا لا نذهب إلى يعني خلينا نقول التجريم وتأثيم من لا يشارك بالمشاركة، لكن نحن وجهة نظرنا بأن ما تعتبر هذه فتوى. لا أنا لا لا لا, لا, لا طال عمرك أنا لاني مفتي ولا هي يعني فتوى، لكن بالنسبة لي أرى وأنصح إخواني بأن نعم فيها نوع من الأجر على الأقل الذي يكتسبه الإنسان إذا خرج بنية صادقة فيها أجر، نوع من الأجر. نعم. إذا شارك بنية ما شارك صادقة، وإذا ما شارك ما عليه إثم، ما عليه هذا باب المستحبات طبعا على كل حال. طيب قبل شوي كنت أتكلم على موضوع ذكرت أن المعارضة تراجعت، خلينا أنا هني يعني بس نفتح قوس سريع جدا دام تكلمت عن الموضوع، أرجعك لتصريح في السابق ذكرته أن التراجع والانتكاسة في أعداد الحضور في ساحة الإرادة التي تقيمها كتلة الأغلبية هو بسبب الوعي المتنامي لدى أبناء الشعب الكويتي. الكثير من الأخوة اكتشفوا أن ما يطرح في ساحة الإرادة لا يهدف إلى تحقيق الإصلاح مثل ما قيل. برأيك الآن بعد كل ما حدث من نزول الشارع بندوات ساحة الإرادة المعارضة، شو كان الهدف؟ قاعد تقول هنا الهدف ما كان تحقيق الإصلاح. يعني على كل حال الهدف اللي هم كانوا يرونه هو الهدف اللي كانوا يطرحونه واللي نادوا فيه حكومة منتخبة إمارة دستورية، وبعدين غيروا وقالوا حكومة برلمانية بأن يعني البرلمان هو هذا كله يندرج تحت عنوان الإصلاح بالنسبة لهم. نعم. قاعد تقول إن الهدف ليس تحقيق الإصلاح، رئيس وزراء شعبي وغير ذلك، هذه الحقيقة الأهداف اللي كانوا ينادون فيها، لكن أنا أعتقد بأن الوسيلة التي سلكت واللغة التي استخدمت لا تؤدي إلى إصلاح أكيد. لذلك الحمد لله يعني إحنا اليوم ما تحققت الأهداف دكتور، ولا ما كان معلن غير ما كان يضمن؟ لا لا أنا ما أعتقد، أنا لا أشكك بنية أحد ولم أخون أحد بأهداف معينة. أنا أقول حتى هذه الأهداف التي دعي لها إحنا نصادمها، وإحنا كان لنا رأي واضح في التجمع الإسلامي السلفي بأننا ضد هذه النداءات، لا نريد لا إمارة دستورية بالشكل الذي طرح، ولا نريد رئيس وزراء شعبي لأن ليس هناك مبررات على الأقل موجودة اليوم، ولا نريد حكومة شعبية بالمفهوم اللي يفترض أن يفهم من الحكومة الشعبية. هذه الأهداف إحنا على خلاف معها، ليس بالضرورة بأن تكون أهداف مضمورة في الباطن، الأهداف هذه المعلنة إحنا لم نؤيدها. لكن أنت اليوم يعني حسب تقييمك وحسب مراقبتك للساحة السياسية الكويتية ترى أن هناك تراجع للمعارضة، البعض يقول أن هذا التراجع قد يكون بمثابة الهدوء الذي سيسبق العاصفة في الأيام المقبلة. إن شاء الله لن تكون هناك عواصف، بل هدوء يتبع هدوء إن شاء الله تعالى، وأنا واثق بإذن الله. حتى اليوم الشباب اللي قاعدين نتصل بهم يوم عن يوم يتغير رأيهم، ترى من فتح باب الترشيح إلى اليوم في مجاميع كثيرة إحنا على علاقة معها ونحاول أن نقنعهم في أهمية المشاركة، يوم عن يوم قاعد يتحول بحمد الله المفهوم، يوم عن يوم قاعد تزيد الرغبة في المشاركة. طيب. ولذلك أنا أعتقد أن لن يكون هناك إن شاء الله يعني هدوء عاصفة تتبعه عاصفة، بل هدوء يتبعه هدوء واستقرار للبلد بإذن الله. طيب نقل عنك في إحدى المواقع الصحافة الإلكترونية رغبة الدكتور علي العمير بتعديل النظام الانتخابي إلى صوتين وزيارة عدد الدوائر، كلام صحيح؟ لم يصدر مني أي شيء في هذا القبيل أبداً. ما تؤيد زيارة عدد الأصوات؟ إذا أتانا مقترح يبرز الإيجابيات ويبرز أيضا السلبيات الموجودة في النظام الحالي نظام الصوت الواحد، إحنا منفتحين على جميع الآراء وجميع الاقتراحات، لكن إذا بتقول لي نعود إلى النقطة التي كنا فيها خمس دوائر بأربع أصوات فأنا ضدها من الآن، أنا أعلم بأني ضد العودة. واليوم الحقيقة أحد الأخوة كان يراسلني على تويتر قلت له لا، لأن ما يجوز أن إحنا ننتقل إلى نظام، حتى المقاطع اليوم اللي مقاطعين الانتخابات يقول نعم ذاك النظام كان فاسد، ما في عدالة ولا في مساواة، وكان فعلا فيه نوع من فرز الطائفي والفرز القبلي وغير ذلك.
فلكن إذا أتانا مقترح آخر بصوتين بثلاث أصوات بغيره لن نوافق عليه إلا إذا كان له مبررات قوية. أنت ما راح تساهم في المجلس القادم أن تقدم تصور جديد لتعديل الانتخاب؟ نعم. تسرب كلام وايد في الفترة الأخيرة يعني أن هناك من يسعى إلى أن يكون أن تكون الانتخابات بصوتين وليس أن في نفيا تاما حقيقة الآن بأن لدي النية بأن أسعى إلى تغيير النظام القائم الحالي الذي تم الحمد لله على الأقل الموافق عليه من خلال المحكمة الدستورية وقررت، ليس لدي نية بتغيير هذا النظام، لكن نحن في المجلس القادم قد يأتينا مقترح جيد يعالج الخلل في الدوائر، يعني مثلا يبرز بأن والله التصويت مثل ما يذكر بعض الأخوة الآن أن تصويت الصوت الواحد قسم حتى العائلة، أحيانا العائلة الواحدة يكون منها مرشحين وبالتالي أضر وبدأ يكسر حتى في الوشاج الاجتماعي وغير ذلك. هذا نبي عليه بينة، نبي عليه إثباتات. حتى اللحظة أنت ما ترى بينة؟ لا 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 أرى، لا والله أنا أعتقد أن الساحة تسع الجميع اليوم، والصوت الواحد بحمد الله ينزل المتنافسون، والناخب له حرية في اختيار الأفضل، وإذا أنا كناخب اخترت واحد غيري ممكن يختار الثاني ويطلع من يمثل إن شاء الله الشعب الكويتي تمثيل من كل الشرائح من كل الطوائف من كل الناس إن شاء الله اللي يساهمون وبناء على الكفاء والاقتناع. بالاقتناع. خلينا نضع نقطة على هذا الموضوع شوية، أدخل أكثر في موضوع الانتخابات وتحديدا فيما يتعلق بالدكتور علي العمير، وبأنتقل إلى الدائرة الثالثة. راح أرجعك إلى تصريح كان قبل سنة ونص تقريبا، ما شاء الله عليك سنة ونص، في ديسمبر 2011. أيوة. سنة ونص بالضبط. أنت ذكرت أن هناك حربا ضروسا تشن ضدي، لا سيما أن الدائرة الثالثة هي دائرة فيها معترك محتدم بين كتل وتيارات سياسية، وهذه الحملة شنت علي من أول يوم، ولكن نحن دائما نتصدى لها بالدليل. حرب ضروس كانت قبل سنة ونصف في الدائرة الثالثة تشن ضد علي العمير، اليوم كيف شكل الحرب بالدائرة الثالثة؟ شكل الحرب في الدائرة الثالثة بما يتعلق بعلي العمير خف بشكل كبير. يعني أكو حرب بس مو حرب ضروس. لا كان حرب طال عمرك فعلا، هي حرب غير شريفة أساسا، حرب كانت تنبني على الإشاعة والكذب والتدليس، بل الاتهام الباطل والقذف، ما خلوا فينا شيء، لا ذمة مالية لا علاقات أسرية لا مواقف سياسية، كل هذا تم قذفنا فيه. ولكن بحمد الله تبارك وتعالى كنا دائما على يقين بأن الله عز وجل لن يخيب آمانة فيه إبراز الحق والدليل، وأبرزناه في وقته، ولذلك خلصت تلك الألسن وحاولت أنها تجد طريقة أخرى من بدل الاتهامات بدأت تعرج من القذف والاتهام بالذمة المالية إلى المواقف السياسية، فعندما فندنا حتى المواقف السياسية بدأوا في قضايا الشرعية وقضايا بدأت تتوالي وتعادي في السياسة وغير ذلك من الاتهامات الباطلة. الحمد لله هذا كل اليوم ذهب وأدراج الرياح. طيب. واليوم ما عليه النقد، شكل الحرب اليوم شلون عليه؟ اليوم طال عمرك هو نقد، والنقد مشروع، ما عليه، خلي يأتي إنسان ينتقد مواقفنا السياسية يقول لي صوت التصويت الفلاني، قلت بالندوة الفلانية كذا وأنا أخالفك الرأي، بديت الموقف هذا وانا اخالفك، هذا الامر مشروع، احنا لسنا معصومين. تعتبر الحرب اليوم بالدائره الثالثه على علي العمير حرب مشروعه؟ انا اعتقد اليوم ما في حرب بمعنى الحرب، في منافسه من اخوه منافسين، وفي هناك انتقادات نتقبلها بصدر رحب ونتوقع هذا الامر، لسنا معصومين، والخطا بنقول عنه خطا اذا وجدناه ابدا. المال السياسي اليوم بالدائره الثالثه البعض يقول انه بدا ينتشر، بدنا نسمع عن بروز المال السياسي تحديدا بالدائره الثالثه، الكلام هذا دقيق ولا مجرد فقاعات إعلامية؟ أنا ما عندي عليه دليل، أنا الحقيقة ما ليس لدي دليل بأن هناك مال سياسي في الدائرة الثالثة. خل الدليل، سمعت؟ نعم. سمعت نعم، ندور في الدواوين فلان جاي والله يبي يدفع، وفلان يبي يتخذ من الدفع طريقة للنجاح وغير هذا من الكلمات اللي لا تكاد تخلو انتخابات حقيقة منها، لا تكاد تخلو انتخابات. وحتى في الدائرة الثالثة كان هناك مداهمات حتى في الانتخابات، يعني مو الماضية اللي قبلها مجلس 2009 و2008 كان في مداهمات وتحويل إلى النيابة العامة وغير ذلك، هذه كانت موجودة في الدائرة الثالثة. لكن نتأمل إن شاء الله تعالى كما كانت الدائرة الثالثة دائما تحبط محاولة هؤلاء، وإذا كان أقول لهم يعني لا يأملون أنفسهم بشيء كثير في الدائرة الثالثة إذا كان هذا أسلوبهم للنجاح، هذا لن يحقق بإذن الله تعالى لهم نجاح، لأن الدائرة الثالثة الوعي فيها زايد والأمانة الحمد لله فيها كثيرة، وكذا دوائر الكويت. أنا إن شاء الله يعني واثق بإذن الله تعالى بأن من يتخذ هذه الأساليب المتوية لن يوفق إن شاء الله في ظل الوعي المتنامي والمتزايد، في ظل
الثقة إن شاء الله التي يتبناها الشعب الكويتي لإعطاء الأصلح. لماذا تردد المرشح علي العمير بالإعلان مبكرا عن نيته المنافسة على كرسي رئاسة مجلس الأمة؟ وإذا أسألك بعد الفاصل عن زواج المسيار والتجمع الإسلامي السلفي، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم معنا. نحن نقف على اعتاب مرحلة ودعنا فيها مجلس مبطل، وهذا المجلس كان فيه جانب مضيء إيجابي، كان فيه إنجازات، ولكن أيضا كان فيه سلبيات نتمنى إن شاء الله أن نقلصها ونتلافاها في المجلس القادم. اليوم أصبح لزاما على الشباب وعلى الشعب الكويتي بأن يساهم مساهمة فاعلة ومشاركة قوية، خاصة بعد أن حصن مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية. احترمنا كل وجهات النظر الموجودة بالساحة، وتبنينا نحن وجهة نظر تدعو إلى المشاركة في السابق في الانتخابات الماضية. اليوم أعتقد تتعزز هذه النظرة، وندعو الجميع حقيقة من يجد نفسه وفيه الكفاءة إلى المشاركة ترشيحاً، وأيضا من يريد أن يدعم بعض المرشحين انتخابا نشجعه ونشحذ همم الشعب الحقيقة للمشاركة الفاعلة. الحقيقة اليوم لا يوجد مبرر للمقاطعة، ولا يوجد مبرر للتخلف عن أداء مسؤولية وواجب وطني وحق دستوري كفله الدستور للناخب الكويتي بأن يعني يزكي ويختار من يعتقد فيه الصلاح. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لا زال حوارنا مستمر مع مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير. دكتور علي، كنا نتكلم قبل الفاصل عن دائرة الثالثة وقرارك بالترشح مجددا للانتخابات المقبلة، استوضح منك بعض القضايا وقراءتك لها أيضا. نعم. في ندوة في يناير 2012 شاركت فيها ذكرت أن المنصب الوزاري ليس عيبا أو خطأ، عندما أشعر بأني سأخدم بلدي وزيرا أفضل من نائب تم عرض وزارة النفط علي ورفضتها بسبب الجو السياسي. نعم. اليوم الجو السياسي البعض يراه إلى حد كبير هادي. نعم. إذا حالف الدكتور علي العمير الحظ ووصل إلى البرلمان وعرض عليك مجدداً المنصب الوزاري راح تقبل؟ لن أتردد في خدمة بلدي من أي موقع كان. البعض يمكن يشترط بأنه والله إذا تبيني أنتخبك بشرط أنك ما تقبل الوزارة وتتم في مقاعد النواب. أنا أقول بأن ليس عيباً، واليوم مشكلتنا إحنا في الكويت أن تجد كثير من النواب ينتقد نقد لاذع وحاد الحكومة والوزراء تحديدا، وعندما يعرض عليه تعال طيب يا أخي شارك قالك لا والله أنا ما أريد أن أشارك. فإحنا علينا أن نقدر المصلحة أين تكون، فإذا كانت في المقاعد النيابية سوف أستمر، وهذا طبعا بالنسبة لي أفضل لأني أتناول أكثر من جانب، جانب تعليمي، جانب صحي، جانب. لكن ما عندك تحفظ أنك تدخل الحكومة؟ أنا ليس لدي تحفظ، مو لشخصي أيضا، لكل نائب يرى بنفسه القوة والقدرة. إحنا يمكن نشجع إن شاء الله أنه يدخل الحكومة، لأن بالأخير نبي حكومة قوية، حكومة فيها من البرلمان كما نص الدستور. طيب. مو محلل واحد فقط ونسكر الباب. طيب خلينا ننتقل الآن إلى جزئية أيضا مهمة تتعلق بالترشح للرئاسة. ليش ما حسمت الأمر مبكرا وأعلنت نزولك للرئاسة؟ خصوصا كانت لك تجربة أنت في المجلس المبطل الثاني، نزلت انتخابات الرئاسة وحققت رقم يعني يعتبر رقم مرتفع. نعم. ليش الحين ما العفو أعلنت عن خوضك انتخابات الرئاسة؟ احنا طال عمرك هذا اسلوبنا، يعني حتى في الانتخابات الماضية لم أعلن إلا بعد أن شاهدنا نتائج ورأينا أن لنا فرصة، مثل ما تفضلت يعني الرقم اللي جبناه فعلا رقم الحمد لله كبير، 26 صوت كان. نعم. فدائما أخي الفاضل نقيس الأمور بعد أن نعرف مقدماتها ومسلماتها. لا يمكن أن يتخذ قرار اليوم بالنزول للرئاسة وبعد ذلك تأتي النتائج الانتخابات
بأمر لا يخدمني وبعد ذلك تراجع. النائب السابق عبد الله الرومي أعلن يوم ترشيحه أنه سيخوض انتخابات الرئاسة. نعم رأيه يعني ما نتحفظ عليه. إذا أنت خلينا نقول أن النية موجودة عند علي العمير اللي خوض انتخابات مجلس الأمة لكن بانتظار ما ستسفر عنه النتائج. أنا أعتقد حتى النية طال عمرك تتكون، لأني لا أريد أن أشغل نفسي. النية إذا تكونت والطموح إذا تكون معناته الحين بعض المرشحين قاعد يشتغلون على كرسي الرئاسة. كيفكم؟ والله أنت نعم. أيضاً قاعد تشتغل على مسارين، مسار الوصول إلى المجلس ومسار من الآن. أنا لا أعملك بعض الأصوات يعني. أنا أكون صريح معك، ولم أكلم أي مرشح حالياً بأن لدي طموح في الرئاسة وأحجز صوتك لي إذا وصلت أريد منك هذا الصوت أبدا. وحتى يعني مثل هذا القرار أقرب الناس المفروض أشاورهم فيه هم التجمع السلفي، ولم يطرح هذا الأمر إلى اليوم. ما طرح تماما أبدا، لم يطرح قضية. أكو كلام قاعد يطلع إشاعات، تدري الحين بعد موسم انتخابات وإشاعات بأن هناك من بعض الفئات، وتحديدا خلينا نتكلم بصراحة، وإحنا دائما بعاصم عودنا على الصراحة. الصراحة البعض يدعي بأن هناك مجموعة من التجار تدعم دكتور علي العمير فيما لو إذا وصل إلى كرسي البرلمان أنه يترشح للرئاسة. والله يا أخي ما أدري منهم هؤلاء التجار. يعني سمعت أول شيء إشاعة كذي، يعني في يمكن إشاعات مو بس التجار، نسمع بين حين وآخر مجامع، لكن هذه تحديدا لم أسمع أنا شخصيا أن في مجموعة من التجار تدعمني. بس أكو قاعد تسمع إشاعات أن مجاميع تدعم الدكتور علي. في ناس تدعم وفي لا أنا أقول لك بكل صراحة، حتى لما نتصل اليوم، لما نتصل ببعض الأخوة من كانوا معنا في المجلس المبطل أو بعض المرشحين لنا لهم علاقة سواء جيرة ولا في الدائرة عندنا أو كذا، بعضهم يطرح مثل هذه الأمور، فنقول لا والله بعد ما اتخذنا القرار إن شاء الله سوف نتخذه بعد النتائج. وهذا أمر يفترض أن يتوفر لدى الجميع. يعني اليوم الرئاسة لا نريد كرسيها بأن يكون كرسي صراع كما كان في الماضي، نريد أن الشخص اللي يتم التوافق عليه من قبل المجلس ويصعد إلى منصة الرئاسة نبارك له ونعمل معه كفريق واحد، وهذا اللي حاولنا قدر الإمكان أن نعمله في المجلس المبطل. الحمد لله لما الأخ عيد راشد نجح ما قاطعنا العمل النيابي ولم يظهر منه نوع من التحدي أو الإصرار أو العناد، استلمنا لجنة المرافق. بعد شوي راح أتكلم على موضوع العناد ولم يظهر منك أي شيء بخصوص الرئاسة، لكن خلينا نفرض فرضيات احنا الحين. ها نعم. فيما لو اذا وصل علي الراشد الى البرلمان، ايوه، ما ترشحت للرئاسه. نعم. وكان امامنا خيارين. اي نعم، علي الراشد نزل الى الرئاسه، وعندنا عبد الله الرومي لان اعلن راح ينزل. نعم. علي العمير الاقرب راح يكون باتجاه من؟ والله يا اخي الفاضل كلاهما تربطني فيه علاقه جيده، وكلاهما نعتقد بانه قاعد يضحي تضحيات وطنيه، وكلاهما نعتقد بأن له الحق في الترشح لا يعيب ذلك. ولكن تسألني اليوم من راح يتجه صوتي، لا يمكنني أجيبك، صعب علي أنا أصلاً أني أجيبك الآن أقول لك والله صوتي بيتجه إلى عبد الله الرومي ولا حق علي الراشد. كانت عندنا على المنصة على سبيل المثال مرشحة الدائرة الثالثة زميلتك في المجلس المبطل الأستاذة صفاء الهاشم، وأعلنت بكل صراحة أن صوتها من الآن مع كامل احترام وتقدير لبقية المرشحين، ذكرت بأن صوتها راح يكون بشكل واضح لعلي الراشد. أنا لن أتكلم عن الأخت صفاء، أتكلم اليوم عن بعض النواب اللي حضرتك تقابلهم أو يتم مقابلتهم في بعض الفضائيات. بينما يعيب على عبد الله الرومي بأن ليش أعلن ترشحه للرئاسة قبل النتائج، هو يقول والله صوتي لفلان أو علان. يعني في هذا الوقت اللي هو يعيب يقول شلون من الحين يعلن؟ المفروض ينطر، خلينا ننطر نتائج الانتخابات، خلينا نشوف شنو تسفر عنها الانتخابات، تنجح ولا ما تنجح. وإذا سئل من صوته صوت الرئاسة لمن يقول واحد حق فلان؟ طيب ما أنت انطر، يمكن ينزل إنسان أفضل، يمكن تكون عندك بدائل أخرى، يمكن ينزل علي العمير. لا أنا مو يعني الحمد لله رب العالمين أنا لا أزكي نفسي، لكن أقول يعني بينما ننتقد الآخرين على بعض التصريحات نجد إحنا نقع في أخطاء أكبر. فأنا على كل حال الأخت صفاء حريتها، هي مالية إيدها وعارفة من سيذهب له صوتها وحريتها، ولا نصادم ولا أعلم بين الأخت صفاء أيضا ترى يعني على كل حال مما صوت حق الأخ علي الراشد في الانتخابات الماضية ولم يفسد في الودي قضية، ما عاديناها ولم نعادي كل من اختار يعني بناء على قناعة، هذا الأمر متاح. دام تكلمنا عن هذا الموضوع، يمكن أنت الآن الموضوع كله قاعد يعني ترجئه للمستقبل. خلينا شوي نرجع دام قاعد نتكلم على موضوع الرئاسة، شلون كانت علاقتك مع علي الراشد؟ علاقة طبيعية، علاقة أشجعه على الإيجابيات التي تصدر منه وأعلنها حتى في الجلسات العامة، ووقفت
في المجلس في بعض المواقف اللي كان له دور وأشد فيه وفي دوره، وأيضا بنفس الوقت أقابل بأن ما يصدر منا من أخطاء أنبه عليها. انتشر مقطع باليوتيوب يمكن من خلال إعدادنا للحلقة، نعم، كنت تسجل تحفظك أو اعتراضك على علي الراشد النائب السابق الفاضل، لأن في إحدى المرات الظاهر خاطب الحكومة وقلت أنه يفترض أنه ما يتكلم باسم جميع النواب. وارد يعني، نعم هذا الأمر يمكن متصيد، هذا البعض يعتبره نوع من التصيد. أبدا، هو لما يسألك الصحفي أخي عمر، لما يسألك الصحفي بأن ما قاله علي الراشد لرئيس الحكومة هل هو يمثل قناعتك، مضطرني أجاوب بلا. هل أقول نعم وأنا لا أعلم أصلا بالحديث اللي دار والاجتماع اللي تم، ويأتي صحفي يسأل يقول ما دار في الاجتماع بين الرئيسين هل يمثل وجهة نظرك؟ أنا أعتقد لو سؤال وزير بيقول نعم، لأن الحكومة متضامنة ورئيس الوزراء يمثل التضامن الحكومي وبإمكانه أن يقول ما يريد نيابة عن حكومته. لكن اليوم لما يأتي رئيس مجلس الأمة أيا كان سواء الأخ علي الراشد أو غيره ويجتمع اجتماع جانبي مع رئيس الحكومة ويتفق معه على أمور معينة إن علمت بها وعرفت ما قاله وفعلا أنا رأيي من رأيه أتبناه، بقول نعم هذا الرأي نتبناه. لكن إذا ما كنت توافق بالرأي لا لا أحكي. لم أدري يعني السؤال الذي أتاني بأنه كان هناك اجتماع ما أدري عنه أساسا، أنه في اجتماع جمع رئيس الحكومة مع رئيس مجلس الأمة، وما دار في الاجتماع هل هو يمثلك؟ هل أنت موافق على ما قيل ماذا في الاجتماع؟ قلت لا. طيب. لا أوافق لمن أعرف. طيب. ماذا قيل؟ موضوع السيد علي الراشد يمكن من كثير من النقاط أثيرت، يمكن هو قد يكون معني بالإجابة عليه، لكن خلينا نستوضح رأيك وتعليقك على موضوع مستشارين الرئيس، مستشارين رئيس مجلس الأمة. هذا الموضوع أثير حول لغط، أن البعض انتقد السيد علي الراشد أن عين لون واحد من المستشارين. ما عندك تحفظ على الموضوع او لا. تؤيد او تعتبره حق للسيد علي الراشد بتعيين من يشاء؟ هو طال عمرك يعني تعيين المستشارين في بدايات الامر لم يكن في تحفظ كمبدا، انه والله يحتاج الرئيس الى مستشارين مع ان المجلس يعج في المستشارين، انما لمن يختارون مثل ما حضرتك تفضلت يعني من طيف واحد، بل انه مما زاد الامر يمكن بله ان بعضهم ولا اقول كلهم ما زاد الطين بله بأن بعضهم أصبح يتصدى وين يقف، وين يكون موقف الرئيس مدحا فيه، وين يكون موقف من خالف الرئيس يكون ذما فيه من النواب بل تشكيكا وطعنا فيهم. وهذا الحقيقة اللي نبهت أنا عليه الأخ علي راشد وقلت له، قلت له ترى ما نسمح بأن بعض مستشارينك يكون هذا أسلوبه في التعامل معنا كنواب. أنت في يوم من الأيام اعترضت ووقف بعض المستشارين على الراشد، نعم كانوا يعني يتدخلون في عملكم او يعترضون عليكم؟ لا يعني يسفهون الحقيقه مواقفنا، بعضهم يشكك في ان لنا علاقات مع الحكومه او لنا منافع مع الحكومه هي التي ادت الى تصويتاتنا، ان اللي صوت بالجانب الاخر هو الانسان. شنو تفسر هذا اننا مستشارين رئيس مجلس الأمة قاعدين يهاجمون أو ينتقدون بعض النواب وأنت يعني أحدهم، شو تفسر؟ مثل ما قلت لك أخي الفاضل، إحنا نبهنا الأخ علي الراشد والحمد لله يعني توقف الأمر عند هذا الحد، ولكن نتأمل حقيقة أن المستشار عندما يعين وأدي استشارة ولا يعمل على والله تلميع مواقف وذم مواقف للنواب، فهذا الأمر الحمد لله تم تنبيه الأخ علي الراشد عليه وتم الحمد لله معالجة مستشارين الأمر. مستشارين الرئيس كانوا يلمعون الرئيس؟ نعم. مستشارين الرئيس كانوا يلمعون مواقفه؟ لا، المواقف التي يقفها ومع من يقف معه من النواب كان هناك إشادة في إشادة هذه غير المواقف. وتلميع لا، طبيعي أنت لما أنت تشيد بإنسان والذم الموقف الآخر اللي خصمه كأنك تصعد من ميزة معينة وتسقط ميزة أخرى. لكن أخي الفاضل بالشيء بالشيء يذكر، إحنا لما الأخ علي الراشد يكون له مواقف إيجابية نشيد فيه ونبارك هذه المواقف، وسبق أنا وقفت في جلسة عامة وأشدت بموقف تم لما حصل خلاف بين النائب الأخ أبو مشعل الهرشاني مع الأمين عام أمين عام مجلس الأمة، وكان الأخ علي الراشد موقف ممتاز في احتواء الخلاف، وقفت أنا في الجلسة العامة وقلت بعدما أشاد، هو الأخ علي الراشد أشاد بنائب الرئيس ومن تدخل في حل هذا الموضوع، وقفت وقلت إحنا أيضا لا نغيب موقفك الإيجابي في هذا الأمر. فإحنا يا أخي الفاضل لا يمكن عندنا إنسان، بالتالي أنت ما عندك خصومة مع الرجل أبداً، ولا عندك شخصانية مع الرجل، وأن إذا اقتضت المصلحة ممكن في المستقبل علي العمير يصوت للرئاسة لعلي الراشد. أنا قمت في جلسة علنية أمام العامة، وهذه الجلسة طال عمرك والكلمات اللي قلتها البعض أخذها مأخذ علي،
عندما قلت أنا أزكي سيد عدنان عبد الصمد والأخ علي الراشد لدخول لجنة التحقيقات هذا في المجلس المبطل الأول. نعم بالضبط، وإذاك إحنا ما عندنا ولم يسجد شيء، ما لي خصومة مع الأخ علي الراشد، وإذاك ممكن أزكيه في مواقف قادمة. طيب. وممكن أشد على إيده ونوقف معاه إن شاء الله في الحق. طيب. وهذا ديدنا. طيب. وإذاك إحنا أخوي الفاضل بالحق نقف مع أبعد الناس فضلا عن يكون قريب مثل علي الراشد. طيب. وفي أيضا الباطل يكون بينه وبين من هو من أقرب الناس يكون في مفاصلة وخلاف. طيب. بشكل سريع وبصراحة أيضا، ما صار عندك امتعاض من موقف الحكومة أن ما صوتت حق علي العمير؟ لا والله ليس لدي امتعاض، وأنا أريد أيضا أن أبين بأن ما عندي دليل أساسا بأن الحكومة يعني التصويت. كلها صوتت مع الأخ علي الراشد في بعض الوزراء، أصدقه على الأقل، أصدقه بين لي بأنه صوت لي، فالشاهد بأن يعني قرار حتى اللي سمعنا عن الحكومة بأنها تركت المجال، ترك المجال للوزراء، فاختاروا من يختارون، هذه حرية، وأنا قمت وقلت الحمد لله، يعني أشكر الأخوة من أعطاني الثقة ومن أعفاني عن تولي هذه المسؤولية، ولا معقول إن كل منصب أنت رشح له ويخالفني في انسان ما يعطيني الصوت. البعض قال وبعض المقالات كتبت في الصحافه بان الحكومه لانها ما صوتت للدكتور علي العمير وبالتالي ما حالف الحظ. أيوة. واخذ موقف وزعل واخذ موقف من المجلس وقام ينتقد الحكومه بالشارده والوارده، هذا كله بسبب تبعات. والله كان رايتني في كل استجواب انا مع هذه الاستجوابات ومصعد، وقد اكون موجه لهذه الاستجوابات ومسفه لعمل الوزراء، وكل يوم الثاني طالع لي تصريح وتصيد، و هذا ما كان نهجي ابدا، كان نهجي يمكن اولام عليه اليوم انك والله ليش امتنعت في بعض الاستجوابات، وليش في بعض الاستجوابات ايضا رفضت ان يصعد الوزير منصب. نعم. انا بس اريد ان ابين يعني هذه القضيه. طيب. ولذلك اخي الفاضل انا اعرف علنا بعض الاخوه النواب قال صوتي رايح حق الاخ علي الراشد، ومع ذلك ما صار بيننا من الوزراء، لا من النواب، من النواب. طيب. ولم نختلف، اشتغلنا باللجان مع بعض، وعملنا الحمد لله في بعض المهام البرلمانية مع بعض، وبيننا كل تقدير واحترام. طيب. جيد، خلينا نضع نقطة على هذا الموضوع وانتقل إلى موضوع آخر أيضا مهم وساخن يتعلق بالتجمع السلفي. كان لك تصريح ذكرت فيه أن هناك محاولات قبل يومين تقريبا، أن هناك محاولات للم الشمل في التجمع السلفي، لا يوجد أي انشقاقات في التجمع السلفي ونحن ملتزمين بقواعدنا الشعبية. لما تقول أن لا توجد انشقاقات في التجمع السلفي تقصد التجمع السلفي بشكله الجديد الحالي اليوم؟ لا الله يجزيك خير، خوش سؤال وخوش أيضا استدراك منك الله يجزيك خير. إحنا طال عمرك كجماعة سلفية تجمعنا أمور كثيرة ولدينا مجالات للعمل كثيرة، فعندنا عمل دعوي، عندنا عمل مساجد، عندنا عمل خارجي، لجان وغير ذلك، وهذه كلها الحمد لله نعمل من خلالها، يجمعنا الدين والمنهج والدعوة إلى الله، فهذه ليس فيها انشقاقات. يبقى في الجانب السياسي، في جانب نزول الانتخابات من عدمه، في خلاف، في خلاف بيننا، لو فيه يعني خلاف إلى درجة أن البعض مشارك ويدعو إلى المشاركة والبعض مقاطع ويدعو إلى المقاطعة، هذا موجود بيننا. أما اللي تفضل فيه، نعم في الثوب الجديد اليوم في المكتب السياسي الذي نجتمع فيه بقيادة الأخ أحمد باغر لا يوجد انشقاقات، اليوم نزلنا الحمد لله في الدائرة الثالثة، ومرشحنا في الدائرة الثانية هو الأخ الدكتور عبد الرحمن الجيران، ومرشحنا في الدائرة الخامسة الأخ حمود الحمدان، والدائرة الأولى والرابعة تحت النظر اليوم تحت الدراسة. ما تم الحسم؟ لم يتم الحسم الحقيقة، يمكن الدائرة الأولى أقرب إلى النزول لكن بشكل نهائي لم تحسم الدائرة الأولى، والدائرة أيضا الرابعة لم تحسم إلى اليوم، وعندنا هاليومين، عندنا الجمعة والسبت إن شاء الله، وإلا سوف يعني ننزل بثلاث الأسماء التي أعلنت، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن ربنا عز وجل يوفقنا أيضا بأخوة أفاضل ومتوقعين ذلك في المجلس القادم نعمل معهم إن شاء الله. أنت ذكرت في نفس التصريح نحن ملتزمين بقواعدنا الشعبية، أنا اسمح لي أرجعك بالبيان السابق اللي كان لأعضاء التجمع السلفي السابقين السيد خالد السلطان والسيد عبد اللطيف العميري والسيد محمد الكندري، طبعا كان بيان مطول وفي العديد من النقاط تغير النهج كثيرا، غابت الشورى، لم يلتفت لوجهات نظر القواعد، الانتقال إلى أحادية النظرة، الاستئثار باتخاذ القرار، لا بصيص من أمل لأي رد فعل إيجابي من قيادة التجمع، قيادة التجمع السلفي الحالية لا تمثل في تشكيلها ولا منهجيتها القواعد العريضة للتجمع، ولم تبدأ أي رغبة بإصلاح الأوضاع. وين وصلت العلاقة بينكم الآن؟
كشكل جديد وثوب جديد مثل ما عبرت مع الاخوان اللي قاعد يقولون ان ما انتوا كنتوا في وادي وقواعدكم كانت في وادي آخر. انا يمكن ذكرت اخوي عمر واكد الان يعني كان فيه الحقيقه لجنه للمصالحه ولجنه للم الشمل وايضا تكوين على الاقل قناعات متقاربه ومشتركه، وهذا الامر ما انقطع بحمد الله، موجود الى اليوم في محاولات حثيثه. لذلك انا اعتقد الاخوه اللي ذكرت تصاريحهم كانت في فتره من الفترات، ولو تجددت هذه التصاريح منهم رأيهم نحترمه، لكن احنا ماشيين في طريقنا في المشاركة في الانتخابات وعاقدين العزم ان شاء الله على خوضها، ومكتبنا السياسي الموجود حاليا او لجنة السياسية عاملة ولم تنقطع الحمد لله اعمالها، وقاعدين نصرح باسم التجمع ولنا كما نقول رئيس اللجنة السياسية الاخ احمد باغر، فماشيين في عملنا. يبقى الاخوة ان شاء الله تعالى اذا الله وفقنا بإعادة العلاقات مرة أخرى والاندماج من جديد كان بها إلى لم في يكن في أمل أن تعود المياه إلى مجاريها سياسيا؟ أكيد أخي الفاضل أكيد، يعني كما رأينا أن بعض اليوم المقاطعين ردوا وشاركوا، وبعض الأخوة لا زال في المقاطعة وضمن كتلة الأغلبية يراجع نفسه لليوم أنه ينزل ولا ما ينزل، فهذا الأمر يتيح لنا القلوب عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قادر على أن يؤلف بين قلوبنا من جديد إن شاء الله ويجمع كلمتنا. ما راح أطوف السؤال المتعلق بزواج المسيار، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. يعني لا أظن بأن هناك قصور من وزارة الداخلية في هذا الجانب، وإنما هناك اعتقد مراعاة لوضع الحكم نفسه ومراعاة يمكن لما قد يكتنف تنفيذه يعني طريقة معينة من مصادمات وغير ذلك. وإذا كان اعتقد أنه يعني كان في حكمة من وزير الداخلية فيما أدلاه من بيان، ولا شك بأن يعني أكيد الأعضاء تباينت آرائهم وركزوا على أهمية تطمين المواطنين، يعني لابد من تطمين المواطنين بأن الإجراءات التي تقوم فيها وزارة الداخلية هي إجراءات من أجل تطبيق القانون ومن أجل حفظ الأمن وحفظ استقرار البلد، ولذلك احنا الحقيقة أيضا نقدر ما ذهب إليه الأعضاء في هذه المداخلات التي جرت في الجلسة السرية من مداخلات هدفهم كان هو حفظ الأمن واستقرار البلد وعدم اللجوء إلى يعني ما يزعزع الأمن، ووزير الداخلية أيضا تلى بيان معين وضح فيه كيف سيتعامل في المرحلة الحالية مع أي أشياء تتعلق بتنفيذ الحكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. دكتور، قبل الفاصل فتحنا وياك ملف التجمع الإسلامي السلفي، مقالة كانت للدكتور عبد الرزاق الشايجي ذكر فيها ها هي الحكومة تنهي زواج المسيار مع التجمع السلفي بعد اصطفافها مع علي الراشد في انتخابات الرئاسة ضد مرشح التجمع السلفي علي العمير، بعد أن دفعت مهر زواجها تعيين ممثل التجمع السلفي شريد المعاشرجي وزيرا للعدل والأوقاف. أكو زواج مسيار مثل ما قاعد يقول الدكتور عبد الرزاق بينكم وبين الحكومة؟ والله على كل حال الأخ عبد الرزاق أرادها أن يصور يعني مشهد تمثيلي لقضية سياسية، إنما نحن ليس لدينا مصالح مع الحكومة. وفق في هذا التصوير؟ ما أعتقد، لأن أولا الأخ شريد المعاشرجي مكسب للحكومة، وما هو الشخص اللي والله يؤخذ كأنه ثمن لموقف مهر. نعم، لموقف تريد الحكومة أن تقفه، فراضيناكم بشريدة، وأنا أعلم الضغوط اللي مورست على الأخ شريدة المعوشرجي لقبول المنصب الوزاري، خاصة أنه كان في فترة في الحكومة وعرض عليه مرة تلو الأخرى قضية التوزير وكان يرفض، هالمرة الحقيقة يعني جزاه الله خير قبل، وهو أعتقد أن اليوم مكسب ويلاحظ أداءه، فلم يكن الحقيقة التصوير موفق أن والله إحنا أنهينا علاقتنا مع الحكومة، زواج المسيار انتهى بأن الحكومة أخذت المهر أو التجمع الإسلامي أعطوكم المهر وزروا لكم وزير. نعم. هذا المهر
لا لا لا، نحن الحمد لله في غنى عن مثل ذلك. والأخ شريدة المعوشرجي إضافة ممتازة للحكومة بشهادة الأخوة حتى النواب، ولم يستهدف سياسيا خلال الفترة اللي تم توزيره فيها 6 أشهر بخلاف يمكن كثير من النواب. ونحن أيضا ما عندنا مشكلة إذا الحكومة فعلا اقتنعت بأن علي الراشد هو الأفضل لمنصب الرئاسة بأن تعطيه هذه مسؤولية، وهذا أمر يعني مسؤول عنه الحكومة بألا تجامل في منصب مثل هذا، وألا أيضا تتخذ تصويت من شأنه بأنه يأتي بالسلبية على البلد. حالة الزواج هذا الحين مستمرة بينكم؟ الأمور ما عندنا طيب، ولا عندنا علاقة سياسية مبنية على الأطر الدستورية، وإذا أحسنت الحكومة سنحييها وندافع عنها كما عهدتنا يا أخي عمار، وكما عهدنا المشاهدون بأننا نحن عندما ندافع عن وزير ونقتنع بالحق بأن ونعتقد بأن الحق مع الحكومة سوف نقف معها، لا يهمنا ذلك لومة لائم، وإذا اعتقدنا الضد فمستعدين أن نصل مع الوزير حتى إلى تقديم الاستجواب كما كان في يوم الأيام قدمنا الاستجواب. وبالتالي أنت أيضا تتحفظ على هذا الوصف، وصف زواج المسيار بينكم وبين الحكومة. يعني خليني هنا أنا أستحضر تصريح للمحامي الفاضل محمد الدلال عضو مجلس الأمة المبطل الأول. لدينا تحفظات على بعض من شخصيات التجمع السلفي الذين انتهجوا خط السلطة وابتعدوا عن الرأي الشعبي، خصوصا في الممارسات الخاطئة التي فرضتها السلطة أخيرا، لذلك علاقتنا الأخوية موجودة وقائمة. أما الجناح الآخر الذي يقوده العم خالد السلطان عبد اللطيف العميري ومحمد الكندري فندعمه ونؤيده، لأنه في نظرنا الخط السلفي السليم والخط الوطني الصحيح. هم في نظر محمد الدلال يمثلون الخط السلفي السليم والخط الوطني الصحيح، وأنتوا وش تمثلون؟ ما أدري والله، يعني الأخ محمد الدلال نحترمه ونقدره، لكن وجهة نظره خلاف سياسي، هذا خلاف سياسي. اليوم احنا ليش ننظر إلى كلام محمد الدلال يعني بصفته أخ عزيز لكن أيضا منتمي للحركة الدستورية، ليش ما ننظر إلى من يقول مثل هذا الكلام حتى في التجمع السلفي؟ والتصاريح اللي قبل قليل يمكن قريتها، هذه الاختلافات السياسية متوقعة، لكن إن احنا هذا الرأي السياسي وتصنيف التجمع من قبل الآخرين بجناح وطني وخط سلفي سليم تعتبر أمر طبيعي؟ لا أبدا، أمر طبيعي بأن ننتقد، وأمر طبيعي بأننا فعلا مواقفنا توصف بأنها مواقف حكومية، وهذا الأمر الحمد لله احنا ردينا عليه بالوثائق والبراهين والأدلة بأننا عندما أخطأت الحكومة أدناها في استجوابات وفي لجان تحقيق وفي أسئلة برلمانية، هذا لم يعد يخفى على المشاهد. إحنا دافعنا عن وزير الداخلية غير جابر الخالد مرتين، وقفنا ودافعنا وقلنا لا الاستجواب لا غير مستحق وطرح التهم غير مستحق. بعدين شنو سر الدفاع عن وزراء الداخلية من قبل أعضاء التجمع السلفي؟ خلني أكمل لك النقطة. عندما أتى في قضية الميموني الله يرحمه وأنا كنت رئيس لجنة التحقيق أدنا وقلنا له إذا صعدت المنصة لن نعطيك الثقة، ما عندنا يعني مصالح خاصة مع الحكومة، إنما لدينا مواقف سياسية مبنية على الحق وعلى التبين والإثبات، ومتى ما توفر ذلك فإحنا نقف معه. نضع نقطة على موضوع التجمع السلفي، ننتقل إلى محورنا الرابع في حوارنا معك دكتور، وراح نرجع نقيم تجربة المجلس المبطل الثاني. هذا تصريح لك سابق ذكرت فيه أن المجالس الأخيرة كانت غير منسجمة وسارت لغة السباب بين النواب وقلة الإنجازات وكثرة الاستجوابات وعدم التنسيق مع الحكومة، وفي المجلس المقبل كنت أتحدث عن المبطل الثاني عازمين على تجاوز كل سلبيات المجالس السابقة وأن يسود التفاهم بين الأعضاء والتنسيق مع الحكومة. تقييمك بعد 6 أشهر بالمبطل الثاني كيف تراه؟ لا وللأسف يعني بالرغم من الحمد لله كثرة الإنجازات، ولربما في بعض المواطن اللي كان فيها مو فقط سب وشتيمة وإنما حتى ملاكمات حصلت داخل المجلس، خفت هذه إلى حد ما نقول، ولم تنتهي تماما، وهذا أمر سياسي على كل حال لا نبرر حتى أنفسنا منه، إنما التعاطي السياسي والاستجوابات في 6 أشهر لم تختلف عن المجلس الحقيقة المبطل الأول، فهناك كان تدافع والأسف في بدايات المجلس لأربع استجوابات تقريبا قدمت، بعضها أجل إلى دور الانعقاد القادم، بعضها أجل 6 أشهر، وأيضا تكرر المشهد في نهاية هذا المجلس في أن هناك استجوابات قدمت، وعندما تصاعدت بعض الأصوات أنها تريد أيضا تقدم مزيدا من استجوابات كان في نداء والله تعالوا خنرتب على الأقل استجواب وراء الآخر. أنا ما أعتقد أن احنا فعلا في المجلس المبطل أيضا نحينا الثاني
لم يكن مثاليا ولم يكن في مستوى الطموح في هذا الجانب. ايضا اخي الفاضل في قضيه رفع الحصانات، وانا لموقف مبدئي ولموقف الحقيقه واضح في هذا الجانب، لا يمكن نحن نستر على الاعضاء يروحون هم يتهاوشون مع مواطنين ويتسببون معاهم، يروح المواطن يروح النائب يشتكي، يجرجرون المواطن من مخفر الى محقق الى محكمه الى تكفيل الى كذا، ولما يروح المواطن يشتكي على النائب نشوف والله في نوع وللاسف من التمترس خلف الحصانه البرلمانيه، ويبدا بعض النواب يدافع عن البعض. هذا التمترس مارسوه بعض اعضاء المطرف. نعم نعم صحيح، واذا ارجع الى قضيه رفع الحصانات وتجد كيف ان بعض النواب طيب. يعني حتى من باب يمكن خلينا نقول المسؤوليه بان يغادر النائب مثلا، لا يصوت اثناء التصويت على رفع حصانته، لكن راينا الحقيقه كيف التوصيات تاتي وان لا الله خليك صوت معي عشان ما اروح الجو. وانا واحد من الناس اللي ايضا تم تكليم من تعال يا معود خليني اوضح لك الصوره، قلت له روح وضحها بالقاضي، انا ما انظر الى الادله. الادله نحن لا نبحثها، نحن نبحث في كيديه ولا ما في كيديه، في كيديه من قلت هذا الكلام تحت قبه عبد الله السالم او في لجان المجلس احنا معك. نعم احنا معك، لكن تقوله في الخارج وفيه فيديو مسجل سبيت وشتمت او في شهود على هذا الامر، وتاتي بعد ذلك تقول لا والله هذه كيديه، هذا امر مستغرب صراحه ونرجو الا يستمر. طيب هذا انت الحين اعطيت بعض الامثله، لكن انت كنت شاهد في النهايه على مبطل واحد وكنت شاهد ايضا على مبطل اثنين، حسب تقييمك ايهما الاكثر سوءا؟ سؤال صعب؟ اكيد لا، يعني على كل حال احنا لما ناتي طال عمرك الى ما ربطوا انفسهم فيه المجلس المبطل الاول، يعني لما كانوا يتكلمون عن المجلس وعن انجازاته كانوا دائما يقيمون هذه الانجازات بعدد القوانين المنجزه، يقيمون انجاز المجلس في كم قانون انجزنا، اذا جينا من هذا المنطلق فالمجلس المبطل الثاني اكيد اكثر انجازا في هذا الجانب في القوانين المنجزه، انما السلبيات يعني الحقيقه اللي ذكرناها فهي توفرت في المجلسين. طبيعي ان المجلس اسمح لي بس أيهما اكثر؟ اكثر سوءا. اكثر سوءا نعم، نعم. تذكرت السلبيات نعم. ايهما يحمل لا السلبيات اكثر؟ على كل حال احنا في المجلس المبطل الاول الله المستعان يعني لم يكن لنا دور، كنا مهمشين، كانت القرارات تؤخذ خارج المجلس ويؤتى بجدول الاعمال ويؤتى باللجان مشكله ويفرض عليكم ويفرض علينا، لا يمكن مقارنه يعني المجلس المبطل الاول في المجلس المبطل الثاني. طيب خلينا نتكلم اكثر عن المجلس المبطل الثاني، انت كان لك تصريح في فبراير الماضي ذكرت فيه ان التعامل مع الاستجوابات سيثبت ما اذا كان المجلس الحالي يستجيب للضغوط ام لا. مجلسكم كان يستجيب للضغوط ولا لا المبطل الثاني؟ المبطل الثاني يعني كانت بعض الضغوط اللي تمارس ان خل نتعامل مع هذه الاستجوابات بهذه الطريقه حتى لا تكون هذه النتيجه، وهذه الضغوط اللي يمكن مورست ان ترى اذا صوتنا على مورست من قبل من؟ مورست الحقيقه من قبل يمكن بعض من كان يدفع بان لو صعد الوزير المنصه وتم مناقش اسمح لي بعض من نائب وزير لا حكومه اليوم مو بصدد ما نبي نقول اسماء من الحكومه من بعض النواب من بعض الشخصيات برا البرلمان نعم برا البرلمان انك بعض للاسف من كان يكتب المقالات ان اذا ترى استجوبتوا في هذه المرحله القصيره من عمر المجلس لربما يؤدي هذا الى حل والى قصف المجلس، ولذلك سبحان الله يعني كيف ان اربع استجوابات اخذ فيهم قرارين واحد ست شهور والقرار الآخر هو إلى دور عقاد القادم، نفس المستجوبين أنفسهم اللي أجلوا أتوا في الاستجواب مع الوزير الداخلية ورفضوا تأجيله شهر، يعني شوف كيف الضغوط اللي يمكن كان يستجاب لها، إن ذاك الوقت كان فيه مجال وكان فيه إمكانية لتأجيل هذه الاستجوابات لأن المجلس تحت التهديد وتحت الضغط. طيب. واليوم لا والله بعد بضعة أشهر المجلس اصبح، لكن كان تطلع كثير من التصريحات من قبل بعض زملائك النواب في المبطل الثاني بان هذا المجلس مجلس انبطاحي، مجلس بنص شارب، مجلس لا يهش ولا ينش، تصريحات كثيره. تصريحات رايهم انا لا اراه بان مجلس نص شارب ولا ارى بان مجلس بلا شارب كما صرح، ولا يعني هذه تصريحات اصحابها مسؤولون عنها، نحن نرى بان مجلس نعم يعني في بعض المواقف كان له جدوى وحق في الموقف الذي اتخذه، وفي بعض المواقف أخطأ، لكن هذا الخطأ يجعله بجيب الحكومة أو يجعله بدون شارب أو يجعله كذا. مجلس المبطل الثاني ما كان في جيب الحكومة؟ لا 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 لم يكن في جيب الحكومة. ليش يا أخي؟ أقول لك شغلة يعني وهذا إن شاء الله في دليل واضح،
لما الأخ الفاضل مصطفى الشمالي في بدايات المجلس تم استجوابه من الأخ العزيز نواف الفزيع، تم الحقيقة استجوابه وتم التصويت على تأجيل هذا الاستجواب لمدة سنة أو ست شهور ما أذكر الآن، يعني لدور الانعقاد القادم أو ست شهور. ما الذي حصل؟ اللي حصل أن نتيجة التصويت لما تم التصويت وانتهى كانت ضد مصطفى الشمالي وكان المفروض يصعد المنصة، لكن تم الشك في العدد فقيل بأن نراجع المضبطة، وخلال هذه الفترة دخل الأخ مبارك الخرينجي وخلف دميثير، فتم احتساب أصواتهم بعد ما تم التصويت، تم احتساب الصوتين إضافيين. هالصوتين هم اللي خلوا الاستجواب يتأجل، لولا هالصوتين وتم الاكتفاء بالتصويت اللي قبل يعني أن يدخل الأخوين كان صعد. كيف يكون في جيب الحكومة؟ على طال الحكومة، شنو تقييمك لأداء الحكومة؟ قد يكون سؤال وايد عام، لكن باختصار شديد تقييمك. والله أعتقد أن بذلوا ما في وسعهم، يعني الأخوة الوزراء. راضي على الحكومة؟ أنا مو راضي بمعنى أن مستوى الإنجاز طيب، لكن في فرق بين أني أنا أقيم الإنجاز وأقيم عمل وزير، أقول بأن عمل وزير عمل ما في وسعه لكن الإنجاز كان ضعيف. فإنجازات الحكومة ما حد يختلف بأنها لم تكن في مستوى الطموح، وكثير من الأشياء التي أقريناها كانت تتأخر مراسيمها في الصدور وحتى إدراجها في الجريدة الرسمية، وبعضها حتى من المجالس السابقة اللي تم الانتهاء منها كقانون منع الاحتكار وحرية المنافسة لم نجد له تطبيق واقعي. هناك شكاوى من بعض زملائك النواب في المبطل الثاني بأن الوزراء، بعض الوزراء يتأخرون في الرد على أسئلتكم، ما كانوا يتعاطون بشكل جدي مع أعضاء المجلس المبطل الثاني. البعض قال ان بعض الوزراء ريل بهالمجلس وريل بالمجلس المبطل الثاني. ممكن يعني رايهم وعندهم عليه دليل. انا ما لم يتوفر، لا انا لم يتوفر لدي دليل ان الوزراء كانوا يراعون اغلبيه اكثر مما يراعون اعضاء مجلسنا، او كانوا يمشون لهم معاملات. ولا تصريح لاحد النواب صريح ان الحكومه تحترم مجلس نائب السابق رئيس مجلس السابق احمد السعدون ولا تحترم مجلس علي الراشد. اعتقد الحكومه اكتوت كيا لم تكتوي قبله ولم تكتوي يعني بعده، على الاقل في مجلسنا من المجلس اللي كان المجلس الاول، وبالتالي لا اعتقد ان اليوم الحكومه بتراعي مجلس ايضا كان بالنسبه لها اذا فرض عليها امر يطلع الوزير حتى يمكن قبل صعود المنصه لانه عارف مصيره. انا اعتقد ان المجلس اللي احنا اخذناه المبطل الثاني كان لنا علاقة مع الوزراء، في بعض الوزراء يرد نعم في الوقت المناسب، في بعضهم يطلب التأجيل، في بعضهم يتأخر. طيب في الرد على السؤال، تقييمك لسمو أداء سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة راضي عنه؟ هذه طال عمرك ما أقرنها. أنا لما أقيم تقييم حكومة لا يمكن أني أنظر إلى شخص ولا إلى رئيس حكومة. هو الذي يقود هذا الفريق الحكومي. نعم. كنت عنك تقييم هذا تعاصرت يعني على الأقل اثنين من رؤساء الحكومة، سمو الشيخ ناصر محمد وسمو الشيخ جابر المبارك. إذا تبي تقييمي بالشيخ جابر المبارك، أنا أقول إلى الآن الرجل لم يأخذ فرصة الكافية، مجلس ست شهور، مجلس أربع شهور، مجلس ست شهور، بمعنى لم يأخذ الحقيقة فكرته أو فرصته الكافية. وبعض الحكومات كانت انتقالية، يعني إحنا نعلم بأن حتى الحكومة التي أتتنا في مجلسنا هذه الثاني المبطل كانت عبارة عن حكومة سابقة هي التي صدرت مرسوم الصوت الواحد وصبرت وعانت الأمرين في صدور الحقيقة هذا المرسوم، وبعض الوزراء كان تحت التهديد والضغط أنك استقيل ولا احترقت شعبية ومثل الكلام، انتقلوا إلينا وكان مزمع. وبالتالي أنا أعتقد أن الشيخ جابر المبارك نعم ما أخذ فرصة الكافية، وإن شاء الله تعالى يكون المجلس القادم أكثر استقرارا ويعطينا فرصة أن هل الشيخ جابر المبارك، أنا أقيم من هذا الجانب، هل فعلا كان يمانع من الوزراء من تنفيذ خطة التنمية؟ هل كان الشيخ جابر المبارك يتدخل في أعمالهم؟ هل الشيخ جابر المبارك كان يلوي القوانين ولو كان على حساب؟ تسمعون كلام مثل هذا في المجلس المبطل؟ لا أنا أقول لك أقيم الحقيقة رئيس الوزراء من أي شيء. رئيس الوزراء دستورا مسؤول عن السياسات العامة للحكومة التي يرسمها والتنسيق بين الوزراء، ولا كل وزير مسؤول عن عمله، ولذلك إذا كان وزير يقوم بعمله ويأتي رئيس الوزراء يتدخل في أمر يعيق خطة تنمية أو يعيق تنفيذ قانون أو غير ذلك، هنا أقيم. لكن لا يوجد هناك تحفظ من قبل النائب السابق أبداً علي العمير على أداء على عودة الشيخ أو على العودة أو على أداء سمو الشيخ جابر. ليس لدي الحقيقة تحفظ، وأتمنى إن شاء الله تعالى بأن الأداء يبرز أكثر ويأخذ فرصته أكثر في
الحكومة القادمة في ظل استقرار المجلس النيابي القادم. بشكل سريع خلينا نعرج على موضوع وزير الداخلية. البعض استغرب موقف دكتور علي العمير ودفاعه المستمر عن وزير الداخلية. خليني هنا أنا استحضر مقطع من مقالة، وهذا صار نوع من سجال المقالات بينك وبين الكاتبة الفاضلة منى العياف على موضوع موافقتك على تحويل استجواب وزير الداخلية للجنة التشريعية. لماذا امتنعت أنت عن تأجيل الاستجوابات الأربعة الأخرى، واليوم أنت توافق على تأجيل هذا الاستجواب لدور الانعقاد المقبل؟ اسمح لي يا دكتور، أنت الذي رسخت لمبدأ رفض التأجيل، لماذا تأتي وتكيل بمكيالين؟ أنت هالنقطة ما رديت عليها لما رديت على منى العياف. لا بالعكس، وقلت لها النقطة تحديدا. إيه هذه النقطة تحديدا، وقلت يعني عشان تعرفين أن إحنا لسنا ممن يكيل بمكيالين، هذه ضمن ردودي التي كانت قلت لها هذا لكي يتضح يعني بأن لسنا نحن الذين نكيل بمكيالين. الكيل بمكيالين لما يكون ظرفين نفس الظرفين نفس الشيء. طبعا انت لازم تعذرنا، احنا قاعد ناخذ الكلام نقتبسه كما هو يعني. لا والله لها كل تقدير واحترام الاخ، يعني الاخت منى العياف الله يجزيها خير، لها مواقف مشهوده خاصه يعني مع علي العمير، كانت من المدافعين، واعتقد ان لها مواقف ايجابيه كثيره بصراحه في انتخاباتنا التي مرينا فيها، وهذا الاختلاف كان بناء على طلبها يشهد الله. يعني انا كثير من انتقد مواقفي، لكن هي لما قالت اسالكم بالله يا صقور المجلس، اللي اسمتنا صقور المجلس، سيد عدنان عبد الصمد، الاخ احمد المليفي، علي العمير، ليش وافقتوا؟ وش بتقولون حق ناخبينكم؟ لا عندنا شو بتقول الحين على هالنقطه؟ ليش امتنعت عن تاجيل الاستجوابات الاربعه الاخرى ووافقت على تاجيل استجواب وزير الداخلية باختصار؟ أنا لازم أطلع فاصل إن شاء الله تعالى. باختصار، لما أتت الاستجوابات الأربعة الأولى أتت بفترة مبكرة من عمر المجلس وعمر الحكومة، والوزير يقسم على أداء أعماله ثم بعد ذلك يسأل عن هذه الأعمال، فأتت في فترة قصيرة جدا، ولذلك لم نكن نحب أن نكون طرفا لا مدافعا عن الوزير، أنك والله الاستجواب لا يوجه لك، استجواب أداء دستورية محترمة، ولكن الاستعجال فيه أيضا نحن ضده، فصوتنا امتناعا، ولست وحيدا لكن على كل حال من اتفقنا معه أن صوت بالامتناع. نأتي إلى الاستجوابات، استجواب وزير الداخلية الأخير. وزير الداخلية الأخير لما طلعنا على وثيقة الاستجواب نفسها اللي أعدوها، وجدنا بأن أمور إحنا شهود بأن ما كتب فيها خطأ. مثل الادعاء اللي تم على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء بأن بعض النواب السابقين متورطين في قضية تمويل الخلية الإرهابية في الإمارات. الخلية الإماراتية. هذا الكلام ما حصل، وأنا شاهد طبعا، أنا على يقين لأني حاضر الجلسة السرية التي تمت. والنقطة الثانية أن الشيخ محمد عبد الله المبارك عندما قال في فيديو معلن وموجود بأنه طلع بصفته الشخصية على أسماء بعض من ساهم وشارك في هذه الخلية الإرهابية في الإمارات، أتى أيضا وتم تكملة السطر بأن هؤلاء هم أيضا من النواب السابقين أو من بعض التنظيمات والكتل السياسية لدينا بالكويت، وهكذا ما حصل. الفيديو مشاهد عندنا. يعني الوزير الفاضل محمد المبارك قال ان هناك شخصيات وهو اطلع على الاسماء بصفته الشخصيه، بس اعتراضه كان انه ما قال ان هذول النواب سابقين. بالضبط، احنا ليش نكيف المواقف؟ ليش ناتي بالكلام ونحط له تكمله؟ قال للرجل اني طلعت على بعض الشخصيات، اطلع. تبي تسال ما قال اساميهم؟ لا ما قال اساميهم. تبي تسال انت كنائب منهم الشخصيات، هذا حقك اساله الان كوزير، لكن تاتي انت وتحط من تخمينك بان ما قصده الشيخ محمد عبد الله المبارك هو فلان او علان او الكتله او الاغلبيه او نواب معينين، هذا احنا ما نرضى، مع خلافنا الشديد مع اخواننا في الاغلبيه، لكن احنا قوامين بالقصد شهداء لله، ما نرضى بالظلم. وذاك انا على يقين في هذا الاستجواب بانه لم يكن استجوابا قد تم تحريزه في كل نصوصه بالمعلومات الصحيحه. ولما طلب ايضا وزير الداخليه احاله الاستجواب الى لجنة تشريعية، ابرز بعض الامور الاخرى، ان قضية تنفيذ الاحكام مرتبطة بس وزارة الداخلية، في 60,000 حكم لم ينفذ، ليس مرتبطا، واحنا ما عندنا مانع يسأل وزير الداخلية عما يخصه، لكن وين ذهب الاستجواب؟ يذهب الى لجنة تشريعية في المجلس تفحصه وترد لنا، وبعد ذلك امامنا استجواب مدته فقط التأجيل شهر فقط، وليس الى دور الانعقاد القادم. ما قالت الاخت يعني منى العياف بانكم انتم اجلتوا الاستجواب الى تاريخ ما بعد انفضاض دور الانعقاد، فض دور الانعقاد لا يفضل الا بعد قرار الميزانيات، وهو تاريخ افتراضي. لا تستطيع ان نتوافق كاعضاء مجلس امه بان نؤخر. صفاء الهاشم مقدمه الاستجواب النائب الفاضل السابق النقطه الثانيه ذكرت بان تحويله الى اللجنه التشريعيه يعني انه راح يقبر.
لا مو صحيح. من هو رئيس اللجنة التشريعية؟ رئيس اللجنة التشريعية يا أخي الفاضل هي من يكي للمدح ليل نهار اختصافاته كلها المدح الأخت الفاضل معصومة المبارك، هي رئيسة اللجنة. ومن هو مقرر اللجنة؟ الأخ يعقوب الصانع اللي معاهم أيضا في يمكن نفس الحمد لله الفكر والتوجه. معقول؟ معقول اللجنة التشريعية بتاخذ الاستجوبة تقبله؟ وأنا أعلم بأن هناك اجتماعات تمت، يعني كانوا أيضا الأخوة مخلصين في عملهم في اللجنة التشريعية، استدعوا الوزير وكان هناك نوع من الجلسات المخصصة لهذا الاستجواب ولفحصه. لكن الاتهامات أنا ما أدري إذا كانت الأخت صفاء تقصد قبرة في اللجنة التشريعية أن تشكك بأعضاء اللجنة التشريعية، هذا شأنها. هل تحولت الكويت إلى دولة بوليسية؟ وبعد الفاصل راح أوديك مصر، أبي تعليقك على عزل الرئيس محمد مرسي بعد هذا الفاصل القصير. خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. دكتور في هذا الفاصل عندي بعض القضايا سريعة واحتاج منك إجابات سريعة بما يسمح لنا الوقت. كان هناك اتهام لك تحديدا أنك زرت ذات مرة أنت والوزير الأسبق أحمد باقر وزير التجارة والصناعة سيد الفاضل أنس الرشيد في أسبوع واحد. وزير التجارة أنس الصالح. أنس الصالح خلال أسبوع واحد 3 مرات. البعض يقول أن الهدف من هذه الزيارة طرح موضوع الوسيلة، والبعض قال حسب نقل هذه الصحيفة أن كان الهدف أنكم قاعد تسعون تعينون بعض الوكلاء. الكلام صحيح؟ تبي إجابتي باختصار؟ طبعا. خبر كاذب جملة وتفصيلا؟ جملة وتفصيلا. ما زرت الأخ أنس الصالح في مكتبه منذ توليه وزارة التجارة حتى منفردا، ما رحت لحتى بروحي. يعني ما عندك علاقة مع أنس راشد؟ نعم. لا والله لا. الله خير، يعني ما عندنا من أشياء ويمكن تتعلق بعمله وكذا نناقشها يعني في المجلس أثناء وجودنا في الجلسات، لكن لم عدم زيارتك لا من باب أن ماكو موقف بس أنه ما كانت هناك. أبدا أخ عزيز. بالتالي أنت تنفي هذا الموضوع جملة وتفصيلا؟ أبدا أنفيه جملة وتفصيلا. وبعدين بالنسبة حق موضوع الوسيلة، أعتقد يمكن الأخ أحمد باقر لما كان وزيرا للتجارة، كان فترة وزير التجارة، طيب، وهو طلب بعض التحقيقات المعينة في هذا الموضوع، فلا يمكن أن أحمد باقر يتستر أو أنه يجامل أو أنه يحابي أو يكسر قانون. هذا بالنسبة له يمكن داش مع غيري، والبعض ظن أني أنا اللي داش، الله العالم. لكن بالنسبة لي أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلة إذا تبي إجابة صحيح. طيب. كان لك تصريح يوم اللي سجلت ترشيحك تكلمت على موضوع الإيداعات وذكرت أن كل التحقيقات التي جرت حول الإيداعات لم تدين أحد، وهناك تحقيق أجري في المجلس المبطل ولا تزال التحقيقات في الأدراج مغلقة عليها لحين أن يأتي مجلس يواصل التحقيق. نعم. البعض يطرح تساؤل، لماذا مجلسكم المبطل ما فتحتوا هذه الأدراج المغلقة وطلعتوا هذا الموضوع وحققتوا فيه من جديد؟ لا أفضل الله، أنا أعتقد أخوي عمار أفضل ما يبقى في الأدراج؟ أنا من قلت لم يودن فيه أحد إلى ساعة التحقيق، يعني الأخوة حققوا في المجلس المبطل لكن ما توصلوا، بل إن في الجلسة اللي كان المجلس أبطل قبلها تماما كان هناك طلب في التمديد، إنهم يبون تمديد لجنتهم، هذا دليل بأن لم يتوصلوا يعني إلى النتائج النهائية التي كانوا يريدونها الأخوة في المجلس المبطل الأول. إحنا لما نينا في المجلس المبطل الثاني، جزاه الله خير الأخ جاسم الخرافي طبعا من باب الحياد وعدم مس التحقيقات هذه، تم تحريزها وتشميعها في أدراج لا زالت موجودة هذه الأدراج ومشمعة ولم يمسها أحد، على أساس أن المجلس المقبل هو الذي يتولاها. أتى المجلس المبطل الثاني وأيضا فضل بعدم مسها، لأنها بعض يقول أنه حاول مجلس المبطل الثاني يطمطم عليها. لا لو حاول يطمطم عليها كان بطلها وعبث واستخدم خلينا نقول صلاحياته في التحقيقات وطلع تقارير يعني كلها كلير، ما في شيء عليهم ولا في أي. بالعكس هم قاعد يقولون فيها التقارير فيها من الفضائح، ما أن طيح حكومة بأكملها. هذا قصدي. وبالتالي كان من مصلحة المبطل الثاني أن يطمطم على الموضوع عشان بعد لا تثار القضية من جديد. إذن المجلس إن شاء الله القادم قادر، لكن أنا أعتقد أن المجلس المبطل الثاني كان محايد في هذا الأمر، أنه ما حد بأنه يمسها
خاصة أن بعض يمكن الأخوة الذين تم إحالتهم موجودين يعني في المجلس المبطل الثاني. موضوع الاتفاقية الأمنية من المواضيع أيضا التي أثيرت في في مجلسكم المبطل، ما تم مناقشتها في المجلس بعد تحديدا بعد ما انحل، لكن هل كنت يعني هل اطلعت على الاتفاقية الأمنية؟ اي نعم اطلعت عليها وحضرت الجلسة اللي تم تنظيمها في مكتب المجلس، وحضرها الأخوة المختصين أمثال وكيل وزارة الخارجية، مجموعة من الشخصيات حضروها الأمين العام السابق. البعض يقول أن هناك مواد مخالفة للدستور في هذه الاتفاقية. نعم في صحيح في مواد مخالفة للدستور. موقفك من الاتفاقية؟ موقفي رافضها، هذه المواد رافضها المخالفة للدستور، والمواد المتعلقة بما يعزز الأمن احنا موافقين عليها، ولذلك اتخذنا حتى موقف. انت راح يعني اذا تبي تصوت تبي تصوت على الاتفاقية بشكل بالضبط. كامل. احسنت الله يبارك فيك، بنتصوت على الاتفاقية بالشكل العام، المادة الأولى تجعل الدستور الكويتي وقوانين الدولة والاتفاقيات الدولية لها أفضلية على هذه الاتفاقية. تمام، ولما اتينا الى بعض النصوص التي تخالف الدستور وجدناها فعلا نقاط لابد ان نتحفظ عليها، فكان قرارنا حتى في التجمع الاسلامي السلفي باننا نصوت مع الاتفاقيه مقابل ابداء هذه التحفظات. شو اللي راح يفرق؟ راح يفرق شو اللي راح تاثر تحفظاتكم على الاتفاقيه الامنيه اذا صارت ساريه المفعول؟ لا ممكن دوله الكويت كما حصل في اتفاقيات كثيره تذهب الى دول مجلس التعاون وتقول نحن موافقين على هذه الاتفاقيه، موافقين عليها لكن نتحفظ على النقطه هذه والنقطه تلك. لا وهذا هذا التحفظ نعم. هل يعفي الحكومه الكويتيه نعم. من نعم. تنفيذ هذه الاتفاقيه نعم. اذا ما حست انها بحاجه لتنفيذها مستقبلا؟ ماكو الزام في النهايه راح يكون لا في تحفظ الان وبعدين في المستقبل احنا لا نقدر ما الحين ما عندنا صار تحفظ كثير طال عمرك من الاتفاقيات الدوليه وايضا حتى يمكن الخليجيه يصير فيها نوع من والله التحفظ على بنود معينه وتكون سارية المفعول، لكن في هذا البند متحفظة دولة من الدول عليها. احنا على كل حال هذا كان قرارنا ان نوافق على الاتفاقية مقابل ابداء تحفظاتنا على المادة هذه والمادة هذه اللي كانت مخالفة. نائب السابق فاضل فلاح الصواغ ذكر ان الاتفاقية الامنية تكتيكا امنيا جاء في هذا الوقت من خلال الالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة. دكتور عبيد الوسمي اسم الاتفاقية لا يتناسب اطلاقا مع غرضها الحقيقي بل يجب تسميها اتفاقية العبودية الأبدية. نائب السابق احمد السعدون ذكر بان هذه الاتفاقية لا يمكن ان تعتبر دستورية بل هي ردة دستورية، علينا ان نعرف خطرها وان تكون لنا وقفة تجاهها. بشكل سريع تعليق على احنا طال عمرك ياما تصويتات اختلفنا فيها مع الاسماء اللي حضرتك ذكرتها ورايهم هذا. انا لما تسالني والله في مخالفة لمواد اتفاقية عبودية قاعد يقول لا رأيه أنا لا أراها اتفاقية عبودية ولا أراها تسلط، أراها بالعكس تخدم أخي الفاضل للجانب اللي احنا محتاجينه اليوم، التنسيق بين دول الخليج في القضايا الأمنية بعد ما عثر على بعض الخلايا التجسسية، بعض ما هدد الأمن في بعض هذه الدول، وإحنا دول صغيرة متناثرة نحتاج إلى أن نعضد بعضنا البعض في مثل هذه الاتفاقيات. إنما ما يخالف الحقيقة الدستور وسيادة الدولة من تسليم متهمين قبل حكم نهائي عليهم راح تتحفظون لكن نعم أو من غير الزام للحكومه لا عدم تطبيق هذا البند. طال عمرك اذا صوت المجلس ان هذه الاتفاقيه يتم الموافقه عليها بهذه التحفظات التي نذكرها وصوت المجلس على هذا الامر تكون الحكومه ملزمه فيها، هو تصويت ولذلك نقول نعم هذه الاتفاقيه احنا ملزمين فيها، ولكن كمجلس امه نتحفظ على النقطه واحد نقطتين، قد لا نوفق إلى هذا التصويت وقد يصوت المجلس خلاف تصويتنا، لكن هذا كان رأينا بأن نبرز التحفظ وتحمل الحكومة إلى الأمانة العامة لمجلس دول التعاون. طيب نضع نقطة على الموضوع، وأنا فيما تبقى لي من وقت شوية نطلع عن الشأن المحلي ونتكلم عن الشأن العربي بالإطار العام وبما يسمح هذا الوقت. أنت كان لك تصريح في الاتحاد البرلماني العربي 19 ذكرت فيه أن شعوب الربيع العربي تخلصت من الدكتاتورية والظلم عليه الآن ممارسة الديمقراطية بشكل صحيح لتجنب الفوضى وسوء التنظيم اللذين ينعكسان سلبا على حياة المواطن العربي. اليوم هل ترى تجربة الربيع العربي ناجحة أم فشلت؟ أنا أعتقد في بعض الدول نجحت، يعني اليوم الحمد لله في ليبيا نجد لا والله فيه نجاح لهذه يمكن الممارسة، والحمد لله اليوم الناس أفضل مما كانوا عليه، ونرى في بعض الدول لا يمكن ما زادتها إلا يمكن سوء وتتفجر ثورة بعد أخرى، واللي حصل يمكن في مصر كان أمر مؤسف بصراحة، والحمد لله رب العالمين أنه لم يراق دم مسلم أكثر مما يعني أريق، ولذلك نتمنى إن شاء الله أنه يتم الاستفادة من الجوانب الإيجابية وتلافي السلبيات، لكن إحنا ما عندنا حكم عام على كل الدول وكل الثورات. الربيع العربي ما تعتبره حتى الآن فشل؟ الربيع العربي في بعض الدول كما أقول لك يا أخي الفاضل
في بعض الدول فشل، في بعض الدول نجح. لذلك أنا في مصر تعتبرها فاشل أم ناجح؟ التجربة لا تحتاج إلى تقييم أكثر اليوم في مصر. اليوم في مصر لما نرى بأن نظام زال وأتى نظام غيره، وهذا النظام اليوم صار في اعتراض شعبي عليه، ولما نقول شعبي يعني خرج الملايين معترضين على هذا النظام، هل بمصلحة الشعب ما حصل ولا كل يوم وترك راح يكون في تولد لهذه الثورات وامر لا ننتهي منه؟ كل ما بما انك قاعد تتكلم عن مصر دكتور، اكيد بكل تاكيد حتى تابعت هذا الحدث الان، يمكن الكل قاعد يتابع ما يجري الان في مصر. تقييم الدكتور علي العمير بعد قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي؟ هو الكل يعني على كل حال بالنسبه حق قرار الجيش كان قرار لابد ان يتخذه، مو في قضيه عزل الرئيس مرسي. انا اعتقد اليوم الرئيس مرسي يمكن يحميه الجيش وان كان تحت الاقامه الجبريه، بس اليوم وصلنا الى امر حشود تحتشد في موقعين وكلاهما يصعد الوتيره الى ان اصبح عنده طموح ورغبه في التصادم مع الفريق الاخر، واذا كان تقتضي الحكمه بان يكون هناك تدخل على الاقل لوقف هذا التصعيد، ثم بعد ذلك معالجه الامور بحكمه والعوده الى الانتخابات، وان شاء الله تعالى ربنا يوفقنا. ما تتفق مع خطوه الجيش المصري بعزل الرئيس مرسي؟ هو على كل حال يعني الرئيس مرسي كان من الاشياء التي قالها باني انا لو خرج مجموعه ضدي في شارع او في ميدان راح اقدم استقالتي وراح اعتزل، لكن يعني لاخر لحظه كان متمسك وقد يكون بالشرعيه. نعم قد يكون ليس رايا شخصيا وانما رايا مؤيدا بانك انت اليوم تمتلك قوه دستوريه تجعلك في هذا المنصب ولا بد من الاستمرار، ولذا كان تكرير كلامه هو المحافظه على الشرعيه والشرعيه اللي كان يتكلم عنها الرئيس مرسي. اليوم وصلنا الى نتيجه نرجو بصراحه ان ما يتبع هذه الخطوه انه يكون في مصلحه الشعب المصري. تتفق مع حزب النور السلفي المصري اللي كان له تعليق وذكر فيه ان الحزب قدم النسخ للرئيس سرا وجهرا وتقدم بمبادره تلو الاخرى، وفي كل مره ترفض الرئاسه وكلما تاخرت الاستجابه ارتفع سقف المطالب حتى خرجت المعارضه من طور المعارضه السياسيه الى طور المعارضه الشعبيه؟ هذا فيما يتعلق في حزب النور السلفي. الحركة الإسلامية السلفية أيضا أعلنت اليوم التزامها الكامل في بيان الجيش، ورأيت أن ما قام به الجيش يعتبر أمر مستحق يجب الامتثال له حفاظا على الأرواح الموجودة في الشارع، ودعت كل الجماهير للعودة مرة أخرى لمنازلها والاستعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة. تتفق مع هذا الكلام؟ أهل مكة أدرى بشعابها إذا كان ما قيل في هذه البيانات بأن فعلا قدموا النصح وقدموا المشورة وقدموا نوع من خارطة الطريق أو الخطة اللي تجنب الرئاسة وتجنب النظام مزيدا من الضعف ومزيدا من الانهيار، فهذا الأمر يعني إذا أخذ بهذا الإطار فهذا نعم أؤيده، إن إذا كان فعلا قدموا النصح ولم يستجب إلى هذا النصح ووصلوا إلى سكة سد مثل ما نقول هذا الأمر نؤيده. لكن على كل حال التصريحات التي تصدر لا نستطيع أن نحكم على تصريح دون أن نسمع وجهة النظر الأخرى وحتى نكون محايدين. فالأخوة اللي في حزب النور ذكروا هذه الأمور وبينوها بأن احنا قدمنا النصح وقدمنا المشروع. الجيش نفسه طلع في بيانه بالأمس وذكر بأن نعم احنا قدمنا أيضا كجيش مبادرات لتوحيد القوى السياسية والرئاسة رفضت، وهذا الكلام يعني يتطابق مع حزب النور السلفي. على كل حال يعني الجيش إذا قال قدمت مبادرات وغير ذلك، وهذه المبادرات بشكل فردي بشكل غير معلن، احنا كل اللي سمعناه هو المهلة اللي أعطيت للرئيس المصري بأن يتنحى أو يستجيب لمطالب الشعب اللي هو 48 ساعة، ولم يكن هناك استجابة وتدخل الجيش. إن كان هناك خطوات سبقت ذلك من الجيش فهو محق، إن كان هناك حزب النور قدم بعض الاستشارة وبعض النصائح ولم يؤخذ بها وبالتالي يحملون الرئيس مرسي مسؤولية ما وصلوا إليه فهذا شأنه. الأمور إلى انفراج في مصر تعتقد بعد هذه الخطوة باختصار؟ والله أخوي عمار سؤال صعب حقيقة، صعبة إجابته، لأن والله ما أدري صراحة. لما تسألني في تقييم المرحلة الحالية هل هي تؤدي إلى انفراج أم لا، لا أدري حقيقة بماذا أجيب، لأن توقعنا الانفراج عندما تم نجاح ما يسمى بالثورة وبأن الحمد لله الأمور استقرت وتم خوض انتخابات برلمانية صحيحة رئاسية صحيحة ونتائج الصناديق هي التي أوصلت مرسي إلى سدة الحكم، ما طولنا إلا أن نشوف يعني نفس الثورة بل بشكل يمكن أكبر عادة من جديد. فاليوم تسألني هل هي إلى نجاح؟
ليس لدي دليل على ذلك. طيب أنا وصلت إلى نهاية الحلقة بنص دقيقة، كلمة أخيرة يوجهها الدكتور علي العمير إلى من يشاهد الآن، نص دقيقة بس. نص دقيقة كنت عنيفا معي يا عمار في هذه الحلقة بأسئلتك ما شاء الله المتنوعة، لكن هذا ما يميز برنامج المنصة، اللي أشكرك على استضافتي اليوم واستمتعت بصراحة أنا في هذا الحوار. هذه الكلمة صارت حقي أنا، بيها حق ناخبينك. حق ناخبيني جزاهم الله خير، يعني نحن نعود إليهم من جديد ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، وأيضا نطلب منهم دائما في كل انتخابات إنهم اختيار الأفضل واختيار من يرون إن شاء الله يحقق طموحهم. وأنا أعتقد أن ناخبين الدائرة الثالثة بإذن الله تعالى سيكونون على مستوى عالي من المشاركة، وأرجوهم في ذلك. من لديه تردد خل يقدم الجانب اللي فيه إن شاء الله المشاركة، وبإذن الله تعالى يكون هذا الأمر في مصلحة البلد. كل الشكر لك مرشح الدائرة الثالثة دكتور علي العمير، وشكر خاص لسعة صدرك وتحملك لأسئلتنا في هذه الحلقة، وكل التوفيق لك. شكرا. شكرا موصولكم مشاهدينا الكرام، موعدي معاكم يوم السبت الساعة 10 مساء مع مرشح الدائرة الثالثة سيد يوسف الجاسم، في أمان الله.